السلام عليكم، أهلا بكم بقناة إنمو. هيا بنا نتعلم. اليوم سوف نتعلم حرف التاء. تاء وفوقها نقطتان، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. تاء وفوقها فتحة تلفظ ت، وتاء وفوقها ضمة تلفظ تو، وتاء وتحتها كسرة تلفظ تي، تاء وفوقها فتحة ت مثل تاج، تاء وفوقها ضمة تو مثل تفاحة، تاء وتحتها كسرة تي مثل تمساح. لقد انتهينا يا أصدقائي. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.